قص لكم يعني طرفة أن واحد السيدات عفوا من العائلة عندها هي والزوج ديالها، الزوج ديالها كان مدعوا لوليمة، وليمة كي نقولوا حنا عائلية ضيقة جدا، كانوا فيها تقريبا واحد نقولوا 10 الناس ولا داك الشيء، خلي الطابلة وحدة مائدة وحدة أخرى. مشى رجع كما ذكر أخي المهدي حفظه الله، الزوجة الصالحة دائما إذا ذهب زوجها إلى مجلس مجالس الخير تسأله، كتقول لي شنو ذكر شنو قال، إذا كانت شي كلمة في ذاك المجلس شنو، فإذا قال لها ودي راه ما كان والو، قلت لي كيف ما كان والو، قال لها صاحب البيت كان قد تعاقد مع رجل، وعقل هذه كلمة رجل، مع رجل ليتلو القرآن ورجل ليلقي الكلمة، لكنهما أخلف الوعد، ربما جاهم شي طارئ ولا شي حاجة، ما بغينا ندخل في التفاصيل، جاهم شي طارئ فما جاوش. قالت لي اها، قال له صافي وبقينا جالسين تتحط العشاء وتعشينا وجينا. قالت لي هو كان داير مع الرجاله وما جاوش، قال لي اه، قلت له انتم ماشي رجاله. فهي كلمه في الصميم، لانه شنو بالنسبه لنا راه كاين عندنا واحد هو الذي يقرا القران، هو داك السيد درنا معاه، على هذوك المسلمين ما يقراوش القران، على باش 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 باش, باش فاتونا الصحابه رضي الله عنهم، كل واحد فيهم كان يقول اذا مات جميع المسلمين وبقيت وحدي كيف أسير بالإسلام في الناس؟ ولنا في جعفر رضي الله عنه ومن كان معه في هجرة إلى الحبشة، يعني خير خير دليل.